آبائنا وأمهاتنا. الحمد لله الذي أكرمنا بكم أهل القدر الرفيع ورفع منزلتكم ورفعنا ببركم. يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذه الفعالية المميزة ملتقى كبار القدر. في هذا اللقاء نؤكد بأننا ماضون على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة تقديم كل الرعاية والاهتمام لكبار القدر، وهذا التوجيه الرشيد إنما يعكس حرص سموه الدائم على توفير الحياة الكريمة لمن كرسوا أعمارهم في خدمة الوطن وبناء نهضته.